فلمعرفة المزيد عن البقوليات وعن أهميتها وأنواعها وهل تناولها يقي فعلا من بعض الأمراض، يشرفنا في الاستوديو في استوديو يوم جديد تحديدا طبعا الدكتور محمد صلاح استشاري التغذية العلاجية. أهلا وسهلا دكتور. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباح النور. كيفك، شو أخبارك؟ صباح النور الحمد لله. يعني دائما بنقول بقوليات وفي أشخاص كتير يعني بيجهلوا شو معنى بقوليات أو بتندرج تحت شو مصطلح البقوليات. حابين نعرف من حضرتك شو هي بقوليات وقدي فعلا مهمة في حياتنا. هي البقوليات والحبوب المفروض هو مصطلح مع بعض لأنهم لهم نفس الخصائص. من الأطعمة النباتية الغنية جدا ويعتبر غذاء كامل، عشان كده ليه أهمية خاصة وعليه دراسات كتير كاملة. فالبقوليات لوحدها متكونة من كل المكونات الغذاء كاملة. ففيها البروتينات وفيها النشويات، هو يعتبر أصلا نشويات في الأساس غني بالبروتين، وفيها كمان دهون غير مشبعة خالية من الكوليسترول، وفيها ألياف طبيعية بنسبة كبيرة، نسبة محترمة بتوصل ل 14 جرام تقريبا 70% من احتياجات الجسم، وفيها كمان كل المعادن والبوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم، وفيها كمان مجموعة كبيرة من الفيتامينات زي فيتامين ب. دكتور يعني كثير من الفوائد حضرتك ذكرتها، لكن هناك أكثر من 500 صنف من البقوليات، لو عددناها ما راح تخلص. فبرأيك أيهما الأفضل بالنسبة للبقوليات لجسم الإنسان؟ هو التصنيف عموما البقوليات فعلا مجموعة كبيرة جدا ومتعددة، وتختلف كمان في الدول من دولة لتانية، بس المشهورة قوي قوي منها في المجتمعات بتاعتنا الفول والحمص، ده البقوليات الواضحة، وعندنا الفاصوليا بانواعهم بقى، في الفاصوليا البيضاء والفاصوليا الخضراء وفي الفاصوليا الحمراء. وعندنا كمان فول الصويا، ده من البقوليات، والفول السوداني طبعا من البقوليات المشهوره. وعندنا من الحبوب بقى اللي هو مش بقوليات لكن نفس الصفات والخصائص، العدس والرز، دي الاكلات اللي هي بتسمى على بعضها بقوليات وحبوب، دي الموجوده. طيب كمل دكتور معك. انا حابه اعرف المعلومه الثانيه لحتى ابدا اسال عن موضوع الفول. المعلومات اللي اخذها، الاهميه الخاصه اللي جايه من البقوليات دي ان هو طعم نسبيا رخيص وبيدي فوائد قريبه جدا جدا من البروتينات الحيوانيه زي اللحوم والحاجات دي كلها. فمعمول كتير من الاكلات الشعبيه اللي هي بقوليات خاصه كده تدي قيمه غذائيه عاليه، في نفس الوقت بتبقى موفره او مش بتدي مش مكلفه للاسره للاستهلاك. تسمى لحوم الفقراء البقوليات لما تحتويه من البروتين. صحيح، هي فعلا كده وبتدي قيمه غذائيه عاليه، بس الحاجه المهمه والاساسيه ان البروتينات بتاعه البقوليات ناقصه، يعني الجوده بتاعتها مش عاليه زي جوده اللحوم. ما بنقدر احنا نركن عليها بشكل كامل. أيوة. الا اذا استخدمناها بطريقه معينه. ودي بقى الطريقه التراديشنال. أيوة. يعني المفروض دكتور. البروتين الكامل يكون بيحتوي على 10 احماض امينيه. اسمهم احماض امينيه اساسيه. الجسم مش بيقدر يصنعهم، فلازم اخدهم من الاكل. طيب. وده موجود في اي بروتين حيواني. للاسف كل البروتينات النباتيه دايما في حمض اميني ناقص. يعني مثلا الحمص في حمض اميني ناقص في 9 بس، وهكذا. الا اننا لو عملنا خلط بين البقوليات مع بعضها او بقوليات مع حبوب، يبقى انا كده اخذت ال 10 احماض الامينيه الكامله. عشان كده الاكلات الشعبيه الشهيره مثلا الكشري. الكشري ياخد يبقى في حمص وعدس مع بعض مع رز ومكرونه، يبقى انا اخذت كده تقريبا 10 احماض امينيه. هتلاقي في اكلات مشهوره مثلا لما ناس بتعمل فول، برضه في فول بالحمص، في فول بالبيض، يبقى دايما بضيف كده بروتين حيواني رخيص مع البروتين النباتي عشان يدي له قيمه غذائيه عاليه، او اضيف حمص مع الفول او عدس مع الفول. وهكذا هتلاقي كل دوله بقى ليها اكلتها الخاصه اللي هي القديمه بدون دراسه كده، لكن يطلع في الاخر كده بروتين عالي الجوده بالاضافات دي. طيب دكتور يعني خلينا نتكلم عن الفول قد ايه في يعني بالوطن العربي بشكل عام بيستخدموا الفول في الافطار، ولكن في مناطق معينه من الدول او دول معينه بتستخدم الفول بافطار بغدا بعشاء، وكتر الفول ممكن فعلا يؤدي الى وجود مشاكل. يعني في اشخاص مقتنعين ان الفول فعلا يعتبر من البقوليات، فهو بيعود بالعاده الايجابيه لصحتي، بس في اشخاص فعلا عايشين عليه، كيف فينا نقنعهم؟ يعني في اشخاص برضه بيروحوا على الجيم بيقول لك انا بدي اعمل جسم حلو او شيب حلو، بدي اكل بقوليات، شو هي البقوليات المتوفره؟ الفول اسهل شيء. فكيف فينا نحن نقنع انه انت تعتمد فعليا على الفول بشكل كامل؟ هذا بيضر صحتك، ما بيخليها يعني تتقدم او تعطيها الفايده اللي انت بدك اياها. والحقيقه زي ما حضرتك بتقولي، هو الضرر بتاع الفول هنا ليه سببين. السبب الاساسي ان هو اتفقنا ان هو بروتين غير كامل، فاذا كان الفول لوحده كمصدر للبروتين هو غني، لان نص كوبايه فول فيها 50 جرام بروتين، رقم كبير، رقم ضخم يعني. يعني غالبا اللي بيلعب رياضه او بيحتاج بناء عضلات بيحتاج 100 جرام تقريبا في اليوم. فيعني ده بس نص كوبايه فول. لو اخذ كوب فول كامل يبقى اخذ كل احتياجات البروتين المطلوبه، بس اتفقنا ان هو هيبقى بروتين ناقص
او عديم الفائده، لازم يضاف للفول مشتملات اخرى عشان تدي له طعم كامل. المشكله حضرتك يمكن قريبه منها اكتر هي الجهاز الهضمي واضطرابات القولون اللي بتيجي مع اكل الحبوب الكتير، او الانتفاخ اللي بيحصل في البطن مع لو انا مستمر على الحبوب. والحقيقه دي مش مشكله الفول لوحده، كل البقوليات اللي اتكلمنا عنها في الاول بالكامل كلها فيها ماده الفايتك اسيد، والماده دي فعلا بتعمل مثبطه لانزيمات الهضم. فاي حد هياكل حبوب من اي نوع او عدس حتى او بقوليات دايما بيصاحبه انتفاخ في البطن بسبب ماده الفايتك اسيد، لان بيبقى الهضم فعلا ضعيف. وفي عيب تاني كمان انها بتاثر على امتصاص الكالسيوم والحديد. بس دي حاجه سهله ممكن تجنبها. المفروض طريقه تحضير برضه او الطبخ، كل البقوليات بتتحط في ميه قبل يوم من الطبخ 12 ساعه 36 ساعه، بنشيل ماده الفايتك اسيد دي والميه دي بتتغير بيتغسل وابدا اطبخه بقى. ده بيخلي طريقه الطبخ احسن، بيخليه اسهل في الهضم وبيخلي الهضم سليم 100%. زين دكتور، بهذه الحاله هل هناك اوقات معينه يجب على الانسان تناول فيها البقوليات واوقات اخرى يبتعد عنها؟ يعني باليوم كم مره يجب ان ياكل بقوليات، ولا بالاسبوع، ولا ازاي حضرتك تحسبها كخبير تغذيه او دكتور تغذيه علاجيه؟ وهل هناك يعني ناس ممنوع عليهم البقوليات عندهم مشاكل معينه صحيه؟ يعني الحقيقه التوصيات دلوقتي الاخيره بتقول البقوليات 4 لـ5 مرات في الاسبوع. نعم. من حصه بقوليات بتكون كافيه جدا جدا انك تاخد كل فوائدها وتتجنب كل عيوبها. نعم. والحصه من البقوليات تقريبا نص كوبايه زي ما اتفقنا. مفيش موانع للبقوليات قوي، لكن ممكن مرضى نقرص، لان البقوليات احنا قلنا غنيه بالفايتيتس فايتك اسيد، وغنيه كمان بالبروتينات والاحماض الامينيه، ممكن ترفع مستوى النقرس في الدم شويه. اللي عندهم برضه انتفاخ وبيعدوا البقوليات بطريقه سريعه او بياخدوها جاهزه من بره ما خدتش طرق التحضير اللي قلنا عليها، بتسبب انتفاخ في البطن اكتر او انتفاخ في القولون. غير كده مفيش اي موانع لاستخدام البقوليات يعني. والاوقات اللي ممكن يستخدموا فيها ياكلوا فيها البقوليات؟ لا بتتوزع زي ما احنا عايزين. يعني لو انا عايز احط 4 5 مرات في الاسبوع، ممكن الفول في الفطار، ممكن الناس نستخدمه في الغداء زي ما حضرتك قلتي. ممكن طبعا الفاصوليا الحمراء دي مميزه قوي على السلطه، بتتحط مع سلطه بتبقى برضه مفيده جدا. ممكن العدس في الغداء. او ممكن كمان شوربه عدس عشاء خفيف. يعني تتوزع على كل وجبات. طيب يعني ذكرت حضرتك انه هي بتسبب انتفاخ. كيف يتم علاج الانتفاخ او اي اعراض مصاحبه لتناول البقوليات؟ هما طريقتين. اولا لو انا فعلا غسلتها كويس قوي او نقعتها بقى في ميه 12 ساعه قبل الطبخ، غالبا الانتفاخ بيكون قليل جدا. تمام. واذا ما استخدمتش الطريقه دي برضه في مشروبات كتير قوي بتعالج الانتفاخ. اللي هي دكتور؟ يعني في مثلا البابونج مشهور قوي لعلاج الانتفاخ، اليانسون والشمر والكراويه، لو عملت ميكس بينهم كمان مشروب كده بدون سكر هيعالج الانتفاخ كويس قوي يعني. طيب دكتور، يعني كلامك او حديثك خلاني اذهب الى اكثر من موضوع. الموضوع الاول لما نتحدث عن الاضرار، يقال انه البسله هي البازاليا. أيوة. تسمى في بعض دول الخليج. أيوة. ممكن تؤثر على الخصوبه، فبالتالي ينصح بها النساء او ينصح النساء الابتعاد عنها. الجزء الاخر او السؤال الاخر اللي حابة اوجهه لحضرتك، انه هل البقوليات ممكن تعمل زياده في الوزن لدى الانسان؟ لا، الحقيقه برضه البقوليات هو طعام كامل بيشبع كويس جدا جدا، وعشان هضمه يعني بطيء، هو ما فيهوش كالوريز عاليه. لكن الاضافات بقى، يعني دايما الفول بيبقى معاه زيت ومعاه طحينه ومعاه عيش. لو حطينا الاضافات دي بقى طبق الفول تقريبا 600 ل 700 كالوري. كفايه دكتور تتكلم في الاكل، يعني انت بتتكلم عن اكثر شغلتين انا احبها، يعني الفول في الصباح طبعا الفطار المصري والكشري. هي اكلات تقيله. بس اللي بيخلي الاكله تقيله مش يعني الفول نفسه 180 كالوريز الكوبايه الكامله، 180 كالوريز يعني مقبول جدا، بس مش هتاكل لوحده، معلقه زيت بقى او شويه طحينه وكده هيوصل ل 600 كالوريز. شويه بتنجان وشويه املاح فعلا ومخلل، يبدا يعمل شويه تخزين ميه تلاقي الوزن ثاني يوم زاد. بس لو اتعمل اعداد الفول والحاجات دي بطريقه صحيه، لا هو طعام له كالوريز مش هاي كالوريز. طب والفول السوداني دكتور، بيقولوا انه فيه هو يعني بيبعد عنا امراض القلب مثلا تناوله بشكل مستمر يوميا؟ ده رائع بقى. الحقيقه في اثنين من البقوليات مختلفين عن الباقي في ميزتين. اولهم الفول السوداني، ده مميز قوي قوي في الوقايه من امراض القلب طبعا، عشان جواه اوميجا. اوميجا 3 ده بيغطي كوليسترول وحمايه من امراض القلب. جواه كمان تريبتوفان او سيروتونين، وده بيعالج الاكتئاب. يعني الفول السوداني لعلاج الاكتئاب مهم جدا لنمو الاطفال. عندنا كمان فول الصويا، ده من الحاجات المميزه قوي في ان فيه فايتو استروجين اللي هو علاج اعراض سن الياس بالكامل. يعني الصويا معروفه قوي في الاستروجين، هي بتكمل الاستروجين والوقايه من هشاشه العظام وامراض القلب للسيدات. دكتور احنا يعني لازم نختم الان، بس سؤال بنعم او لا، هل البقوليات المعلبه مضره؟ غير مضره.
والطازجة أفضل منها. اوكي دكتور محمد صلاح استشاري التغذيه العلاجيه، كنت ضيف معنا يعني كريم في كل اربعاء، تعطينا الكثير من النصائح حقيقه، شكرا جزيلا لك. شكرا كثير لك دكتور.